هل تعلم لماذا أبعد الله عنك الذين كنت تظن أنهم أشخاص مهمين بالنسبة لك؟ لأن الله مطلع على نواياهم، أكنوا لك ضغينة وأنت لا تعلم. لقد سمع الله ما قالوه وراء ظهرك وأنت لم تسمع، لأن الله مطلع على نواياهم الخبيثة وأنت لم تبصر سوادها. فكل ما أخذه الله منك كان من وراء حكمة، وكل ما بقي لك فهو رحمة من عند الله. فكن على يقين أنك لن تضيع ما دمت بين حكمتي ورحمة الله عز وجل.